طبعا خلي اتمم هاي قضية القضايا الشخصية وقضايا حياته الزوجية. اكو فد كتاب حاولوا ان تجدوه، احتمل موجود في المواقع، احتمل. مجتمع يثرب، العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي والخليفي. فد كتاب مختصر ما يتجاوز الكتاب أعزائي حدود كل الكتاب 100 صفحة. علاقة الذكور بالإناث في المجتمع المدني والمجتمع ماذا؟ ها؟ يعني في عهد النبي هاي 10 سنوات وفي عهد الخلفاء هاي 25 سنة، يبين خصائص العلاقة بين الذكور والأناث ماذا كانت. شيء لا تصدقون. هذا بعد أستاذ أول عمل خليل عبد الكريم مولان، عالم الحق والإنصاف، في المقدمة هو يقول هذا الكلام. أنا فقط أقرأ المقدمة أعزائي. يقول: أنا إنما وقفت عند هذا البحث حتى يتضح لكم أولا ليحكم بنفسه الإنسان على ذلك المجتمع، وهل كان مجتمعا مثاليا نموذجيا لم ترى البشرية له شبيها ولا نظيرا أم لا. والله مو هالشكل، كانوا في مجتمع فيه كذا وفيه كذا. ملا مو إحنا الآن عندما نستمع صدر الإسلام كأنه فت صورة ملائكية مولانا، فت قدسية خاصة، وخصوصا عند الواقع السني. طبعا عندنا كذلك يكون عندنا، ولكنه إحنا حاصريه في من؟ في الصحابة الخاصين، يعني في سلمان وأبو ذر ومقداد وكذا. وعندما نأتي إلى الأمة أصحاب الأئمة هم ننظر إليهم نظرة ماذا؟ شنو؟ نظرة قدسية مثالية. وكأنه هسه أنت لو ترجع مولان، والله لعله من أفضل أصحاب النبي وأصحاب الأئمة، ولكن عنده مشاكل زوجية وعنده إشكالات وعنده اختلافات وعنده طبيعي جدا مولان. هذه قضية مهمة أعزائي حتى لا نستغرب الأمور. يقول: ليحكم بنفسي على ذلك هل هو مثالي ونموذجي لم ترى له البشرية شبيها ولا نظير له منذ دبت الحياة على وحتى قيام الساعة أم لا. فد مجتمع إنساني فيه ما فيه، له ما له وعليه ما عليه. 2، تقديم العون الحقيقي لفهم النصوص فهما سديدا، فعندما يطالع مثلا الوقائع الخاصة بمشاكل الزوجية مولانا عند ذلك يفهم بيني وبين الله كان من نقول مولانا كان مجتمعا سيئا، ولكن كان مجتمعا كباقي المجتمعات. 3، وهو مترتب وهو ترسيخ قاعدة تاريخية هاي الثقافة كانت هالشكل. انتهت القضية. فافهم هذني ضمن ماذا؟ شنو؟ ها؟ ضمن ثقافة ذلك العصر. لا تعطيها بعدا اطلاقا ازمانيا افراديا احواليا، لا تعطيها كذلك. وهذا ليس مختصا بالصحابة، النبي ايضا ماذا؟ ابن ها؟ ابن بيئته وثقافته وعصره الى اخره، وربطها باسباب نزولها.